استقبل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وفدا من جامعة جون هوبكنز الأمريكية، الذي يزور البلاد بهدف الاطلاع على تجربة المملكة في مجال تقدم المرأة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة. خلال اللقاء الذي حضره بعض أعضاء مجلس أمناء المركز، قدم الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة شرحا مفصلا حول أهداف المركز وتخصصاته وأبرز إنجازاته التي تترجم فكرة جلالة الملك المفدى أيده الله وفلسفته المتمحورة حول تكثيف الجهود نحو عالم متعايش ومتسامح لا يكون فيه الاختلاف الديني أو العرقي فتيلا يشعل جهود البناء والنمو والتطور. ولعل أبرز تلك الإنجازات الموجهة لرعاية الشباب ودعم التعليم والبحث العلمي هو إنشاء كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، الذي أطلق برعاية ملكية سامية في جامعة سابينزا الإيطالية، وكذلك إطلاق إعلان مملكة البحرين لحرية الممارسة الدينية في لوس أنجلوس، والذي حاز على إشادات عالمية واسعة حيث يهدف إلى نشر تلك الرؤى والفلسفة السامية على الصعيد العالمي. أشار الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة إلى أن حقوق المرأة في البحرين مكفولة بما يفوق ذلك بمراحل جعلتها في ريادة الدول العربية والإسلامية، فمشاركة المرأة البحرينية في المجال السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والتعليمي كان منذ بزوغ نهضة الدولة الحديثة في عشرينيات القرن الماضي، فالمرأة بحق هي نصف المجتمع البحريني إن لم تكن أكثر من ذلك، والدلالات كثيرة وجلية على الصعيدين المحلي والدولي. وقد ازداد هذا الدور في عهد صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى أيده الله، الذي قدم للمرأة البحرينية فرصا تاريخية سباقة لا مثيل لها في المنطقة، إلى جانب الدعم المتواصل من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله. وكان أبرز تلك الدلالات وصول المرأة إلى كرسي رئاسة مجلس النواب عبر انتخابات حرة نزيهة في سابقة تتحقق في المنطقة لأول مرة. وقدم أعضاء مجلس الأمناء شرحا توضيحيا حول انتشار دور العبادة المختلفة التي تستقبل الرجال والنساء على حد سواء، بالإضافة إلى مشاركتها في ترأس المراكز الدينية والبحثية العلمية المتخصصة ممثلة لمختلف الأديان والمذاهب التي تعيش بسلام على أرض المملكة.